اهلا وسهلا كيف حالك الحمد لله شو تعبت توصلت او كانت هينه من بيروت مش سريع بس انه الحمد لله ما في كثير عجقه كان اهلا وسهلا تفضل ثانك يو ثانك وائل اهلا وسهلا فيك ببيت الشاعر هاي كيفك مشان هذا بيت فيه ثقافه فيه فن فيه, فيه, فيه شعر واليوم أغلبية الضيوف اللي بيجوا بيكونوا بعالم الفن بعالم الفكر والرياضة هي اليوم كمان من أكثر القطاعات الملهمة واللي بنشوف خاصة بالعالم قدي اليوم في هيك أشخاص بيغزين بالرياضة هن بيكونوا مثل وقدوة للشباب فأهلا وسهلا فيك يو على الاستضافة الحلوة أنا كثير مبسوط كون موجود يعني هون معك شوي عن الطفوله دائما بهالبرنامج بنحكي عن الطفوله لان الطفوله اللي هي بتخلي كل انسان يكون الشخص اللي هو اليوم اليوم شو اللي خلى بطفولتك توصل للي وصلت له اليوم؟ أه يعني اذا في اقول لك بكل بكل اختصار اهلي ما تركوني يكونوا ولدي او كانوا الدعم الدائم لإلي امنوا فيي وامنوا بحبي لهيدي اللعبه وساعدوني بكل خطبة بحياتي وانا موجود يعني بهيدي السيتويشن هلا بحياتي قدرت انجح بحياتي وقدرت اعمل هالانجازات سو so فار من ورا ماما وبابا اللي عن جد يعني شالوا بيقولوا مثل يعني فيك تقولي من لحم كتافهم ليربوني احلى تربيه وليوصلوني اللي انا فيه هلا. باي عمر بلشت تلعب؟ اربع سنين اربع سنين م -م. يعني كي يعني الاهل اللي بيخلوا الولد اليوم مثلا يشوفوا انه عنده موهبه او لا هي آه. منها موهبه هي تمرين. صراحة يعني بتذكر انا وصغير ماما وبابا كانوا عاطيني الخيار بين العب فوتبول العب باسكت مثل آه كل الصبيان كل الصبيان كل الاولاد وانا نقيت باسكت يعني كنت البنات أحدر... كمان تبع نقول بس ماشي بنات <applause> آه ونقيت العب باسكت كنت احضر باسكت كثير انا وصغير آه ونقيت العب باسكت وسنه بعد سنه صاروا الكوتشي يلاحظوا انه عندي موهبه وصرت كوتشيه بالمدرسه او كنت بنادي النادي اوكي بنادي الهارلم كنت انا وشوي شوي صارت موهبتي تتطور و... ويحكوا الكو... الكوتشز يحكوا مع اهلي انه هذا الصبي موهوب وعنده مستقبل واهلي ما تركوني ولا ثانيه ضلوا عم بيساعدوني ما موهبتي لقدرت اوصل اللي انا فيه هلا بس ببلد بلبنان كيف قرروا انه يدفشوك نحو اليوم الباسكت وقت اليوم اغلبيه الاهل بيدفشوا بتعرف انه 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 بلبنان اللي يعني بتعرف الوضع صعب خاصه بالباسكت مم. يعني فكيف كيف اهلك اليوم تجرأوا يدفشوك نحو هالمهنه؟ اه هلا هني يعني ما تجرؤوا يدفشونا نحو هالمهنه لو متى ما خلوني اترك دراستي ولا ثاني انا اخر تنهار كنت بمدرسه كثير قويه هي كولج لويس سو كن مدرسه ما سهله ابدا مدرسه صعبه كتير وتعد من التوب 3 سكولز اوف فرنش يعني بلبنان آه بس انه شافوا قديش انا كنت آه مركز على هاي اللعبه وحاطط كل آه يعني حلمي كان انه يصير لعيب باسكت آه واخيرا النهار الباسكت بلبنان مش يعني مش مثل ما بيقولوا العالم اتس اتس سمثينج فيري العالم كلها بتحضر باسكت الدول العربيه كلها وال... بتركز على الباسكت بلبنان سو so, الباسكت بلبنان منه منه حبه وحبتين اتس سمثينج فيري بيج وبعتقد نحن كلاعيبه كمان فرجانا هيدي الصيفيه هديك الصيفيه اكشلي الباسكت شو بتقدر تعمل بالبلد م. بعتقد هزينا البلد تبعنا ورجعنا الامل بعيون كثير من الاولاد كثير من العالم الامل بلبنان ورا الانجازات اللي قدرنا نعملها مع بلدنا هالسنه بطوله اسيا او بتاهلنا على العالم اكيد بس انه الاهل عاده بيدفشوا بتعرف الولد على الدرس انه بيعتبروا انه هديك هوبي يعني لانه ليه الناس اللي بتحترف يعني اليوم قد في اولاد حتى بلكي كانوا معك يلعبوا بس يعني ما يعني صعبه كمان انك تقدر تنجح فيها لانه عند أكيد. لانه صعبه كثير هون بدي اسالك السؤال انه شو اللي بيميز يعني كل الاولاد بلكي او كل الشباب بيحلموا بمحل انه يكونوا ابطال باسكتبول او فوتبول شو اللي بيخلي الشخص عن جد انه يصير بطل باسكتبول مش تكون بس هوايه ديترمينيشن uh, يعني اخر النهار انت أديش يور ديترمند قديش انت مامنه بال بالموهبه بتاعتك مامنه بالحلم تبعك هذا اللي بيصير بيعمل لك بينك وبين غيرك سو so, انا بعتقد بعت حالي I'm someone who's very determined يعني أنا زلمة من أنا وصغير نسيت الحياة كرمال ألعب باسكت نسيت أسهر نسيت السهر نسيت الظهرات السهر. نسيت, الضهر. نسيت, نسيت السفرات مع صفوفي مع رفقاتي كرمال بس ألعب باسكت يعني ولا مرة خيرت يعني إذا كان عندي تمرين وعندي ظهرك كنت اختار التمرين هذا اللي فرق اللي كان الفرق بيني وبين بين رفقاتي اللي كانوا بعمري اللي نحن كنا عم نطلع سوا وقتها كبرنا وصار وقت عن جد إنه كل واحد يختار طريقه أنا اخترت طريق الباسكت إني اختاروا الطريق الثاني بس نفس الوقت ولا مرة تركت دراستي بس ات اند اوف ذا داي عندي كان موهبه قويه قدرت استفيد منها وكان حظي اي واز فيري لوكي كان عندي الانفيرونمون تبعي كان كثير حلو اللي كان نادي الرياضي او الكوتشي المناسبين كان عندي الكوتشي المناسبين اللي قدروا يساعدوني اوصل لهذه المرحله ذكرتني هلا بقصه اللاعب الشهير كوبي براينت اللي كان يوعى اربع الصبح يبلش يتمرن وتوع البقايا تا... تيتمرنوا تيتروقوا يكون هو خلص اول تمرين يتروق يرجع يتمرن صح. صح. بتحس انه انه اليوم التمرين هو اللي بيوصل او كمان لازم يكون في موهبه يعني قد ما تتمرن اذا منك موهوب او لا الرياضه هي بس تمرين هيك لازم يكون في بالانس بين اثنين يعني اخر النهار قد ما يكون عندك موهبه اذا ما حتتمرن الموهبه حتموت و... وفايس فيرسا يعني بس انه التمرين هو شيء رئيسي بي... بانه توصل الى اللي انت فيه او واللي يعني الشباب اللي لازم يعرفوا هذا الموضوع انه بلا تمرين ما حيقدروا يعملوا شيء هو ال... التمرين ميكس يو بيرفكت اخر النهار وقد ما تتمرني حيضلوا بعد في قصص زياده تعمليها وقصص احسن لتتحسنيها سو so... لليوم بعدك بتتمرن كثير اكيد أو مع الوقت بتصير اكيد براكتس اون ديلي صراحه ما فيك ابدا توقفي التمرين يعني للنهار لا... لا اللي بتقرري فيك تعتزلي فيه لازم لازم تكون عم تتمرني اليوم هلا وقت عم نبرم بالبيت شفنا مراية أه وبدي اسألك وقتها تطلع على المغايه اليوم شو بتشوف؟ أه بشوف شخص انه هيك يعني بنبسط انه اللي انا وصلت فيه بس بعرف بعد عن عندي كثير بعرف يعني بضلني افكر بطرق انه كيف في حسن كيف في يصير احسن كيف في أه اتطور بعد بتحس انك نجم؟ يعني بتقول صرت نجم اليوم؟ اذا حفكر بهذه الطريقة دغري حي يعني حيسيء حال الغرور حياكلني وما حقدر كمل بالطريقه اللي انا فيها ما ابدا ما بفكر بهالطريقه أه I'm someone who's very grateful أنا كثير مبسوط باللي أنا وصلت له وبعد بدي أوصل لبعد أبعد وأبعد لأن آخر النهار أنا كنت باسكت بول فان مم. كان حلمي كنت أطلع بالعالم الأكبر مني حلمي أوصل مثلهم وهلا عم بقدر أوصل مثلهم سو so... وبعد بدي أوصل أحسن وأحسن سو so... أبدا ما بفكر بطريقة هيك بفكر أكثر وعندي مسؤولية أنا تجاه الأشخاص اللي أصغر مني اللي لازم يكون أنا مثل أعلى لهم لازم فرجيهم صورة حلوة عن كيف لازم تكون كلاعب باسكت هيك, ب... هيك بفكر فيها النجومية مش إنه أنا شخص بطلع على أنا شخص مشهور انا شخص وات ايفر ات از يعني شخص النجوميه هي تكوني تعرفي كيف تستفيدي بالموقع اللي انت فيه كيف البوزيتيف امباكت اللي فيك تعمليه على المجتمع تبعك على الشباب اللي طالعين بهذه الطريقه انا بنظر للنجوميه يعني بس وقت واحد يربح اكثر من لقب خاصه بعد ما رجعت من اسيا وشفت بطوله اسيا وشفت انه قد اليوم اكيد الناس بتوقفك اكثر على الطريق بدهم يتصوروا معك ما بتحس انه بمحل قد ما واحد يكون اجري على الارض ببلش شوي انه يبلش شوي هيك يطلع اذا بدك مثل ما بيقولوا البخار آه على راس الشخص قبل ما آه يكونوا آه اجرى على الارض الواحد ايه بينبسط بحس حاله شوي ديفرنت بس انه آه انه انا لك جيت من عائله كثير متواضعه جيت من آه من انفيرومون كثير متواضع آه اهلاتي تعبوا كثير لربوني سو so بعرف شو القيمه اللي انا وصلت فيها سو so ابدا ما حفكر بهيدي الطريقه ولا بحياتي حفكر بهيدي الطريقه اهلاتي مش هيك ربوني واهلاتي منهم هيك سو so آه شو فيك شي قصة بتتذكرها صارت هيك أثرت فيك يعني من, من أهلك يعني شيء أهلك عملوه معك وبتقول إنه قد ما أثرت معك هالخبرية ساهمت باليوم شو بيمثل وائل العراقجي؟ أه وقت أقول لك ما بحياتهم تركوني عن جد ما بحياتهم تركوني يعني سبيشلي بابا أه... كان يسافر معي على كل محل روح ألعب فيه ولا التركي... ما بعتقد تركي ما بابا يمكن حضر لي كل ماتشاتي بحياتي مش عم بمزح من دون مبالغة ماما نفس الشيء سو ذا فاكت انه هن ما تركوني ولا دقيقه بحياتي هذا الشيء بيعني لي كثير سو هيك يشوفهم عم يلحقوني وين ما كان ينطوا من مالي لميلي ليوصلوني بابا ترك شغله ليشتغل بدومين الرياضه ليعرف هيك تو ليفهم ليقدر ليقدر يساعدني سو هدول قصص اكيد بيعنوا لي كثير الله يخليلك يا الله يخليك الفشل صعب كمان بس مم. الفشل بيوصل للنجاح اكيد آه هديك مره كنت عم بقرا كتاب لابني عن مايكل جوردن قصه حياته آه فكنت عم بقول له لانه بتعرف الاولاد دائما بدهم يربحوا كنت عم بقول له انه ما قبل اول مره وقت أقدم على منتخب بالمدرسه ما قبلوا ما لمكان طويل يعني و... ودائما مايكل جوردن بكل الدوكيومنتريات اللي عملها او المقابلات بيحكي عن كم مره فشل يعني وبيقول انه هذا اللي وصله على النجاح اليوم وين انت فشلت واعتبرت انه هذا الفشل اللي علمك؟ الفشل ليك انه كلمة كبيرة كتير عرفتي؟ depends كيف كل واحد بينظر للفشل اخر تناول انت قلتيها او خسرت انه الفشل انا بعده يمكن في في مثلا باب في في مثل كيكي كود صغير قريته مش من زمان انه اذا بيتسكر باب حينفتح شباك سو so هيك انا بنظر للفشل اخرته اذا في نسكر باب صغير خسرتي ماتش حتربح the bigger picture so آه، لإلي الفشل هو شيء كتير صغير شيء انه شيء طبيعي بالحياه هذه سنه الحياه حتربحي وحتخسري هو باخر النهار كيف حتوقفي اجريكي بعد ما تخسري وهذا اللي تعلمته بحياتي و... ولإلي بالعكس اتس موتيفيشن اذا خسرت ب... بالعكس بتحفزني اكثر لاربح طعم الربح بصير احلى وقتها تعرفي شو الخساره سو اتس نوت a بيج ديل فور مي اخر النهار uh, this is nature. شو بتعمل وقتها تخسر وشو بتعمل وقتها تربح؟ وقت اخسر بعزل حالي انا شخص كثير كومبيتيتر بعزل حالي كومبليتلي يعني وقت اخسر بجرب اقعد ببيتي أنتظر للماتش حضر. الجاي لأربح لأقدر ارجع أمبسط سو سامون از فيري كومبيتيتيف ما بحب اخسر ابدا بس انه آخر النهار بعرف انه حيجي كم نهار واخسر فيه uh, بس uh, وقتها تغبى بنبسط <تكتشف> كثير <تكتشف> ما بفكر بالخساره بتفكر اول شيء باهلك ب... بعائلتك آه、إيه، بمحافظتك يمكن انه ايه اكيد العالم حتحكي اهلي انه كيف كيف خسرت وشو صار معك وليش هيك وليش هيك بس انه اهلي كمان وعائلتي ومرتي وخيي خلص عرفوا انه هيدا هيدي بارت الحياه وخرت النهار العالم حتحبك وقت تربح وفي عالم <متصف> كثير حتكرهك تحكي عليك وقت تخسري هيدي طبيعه الحياه وهيدي طبيعه الشهره كمان خرت <متصف> النهار انت عالمية وبتعرفي وقتها تعملي غلطه كعالمية العالم بتقوم صح. بتقوم عليكي، وقتها تحكي شيء كتير حلو العالم حتحبك سو إتس ذا سيم بالرياضه، حتخسري العالم تهجم عليكي وتوجه لك انتقادات، وقتها تربح العالم حتعليكي لفوق سو ذس إز لايف شو أكتر انتقاد زعجك؟ أه بتذكر من زمان وقت خسرنا مع المنتخب أه كانوا يقولوا أنتم بتحبوا بلدكم وأنتم عار على البلد تبعكم و ما بتحبوا ما ما بتقاتلوا كثير كرمال لبنان هيدا بتذكر هيك كلام كثير اثر فيي و... وما حبيته ابدا لانه لإلي العب مع منتخب لبنان اهم من العب مع حيلا فريق سو so, هيدي عم بحكيك بالرياضه so, بال... بالباسكت سو so, هدول من اكثر الانتقادات اللي كانوا يزعجوني من زمان أه بلبنان بتا... أه... السياسه حتى اليوم الاعلام لسوء الحظ حتى الفن بتشوف انه بكل شيء في فساد، قد في فساد بالرياضه بلبنان؟ خاصه بالباسكتبول يعني بصراحه أه ما بقدر اسميه فساد اكثر من انه لبنان عرفت؟ عرفتي انه كمان بها... إنو بس انه بس بعرف في كثير عالم بلبنان بال... عم بيشتغلوا وعم بيشتغلوا من قلبهم للرياضه يعني انا جاي من من, من نادي الرياضي عم بحكي مم. عن النادي تبع اللي لعبت فيه بنادي الرياضي بعرف رئيس نادي الرياضي مازن طبار قد ايه بيشتغل بطريقه نظيفه قد ايش بيجرب يترك السياسه بعيده عن عن, عن اللعبه سو بشوفوا قديش بيتعب قديش بي يعني بيدفع من جيبته لهذه الباسكت هو منه ما خصه ولا سياسه ما, مم. ما دخلوا بحدا على طول بتلاقي في عالم بيشتغلوا بنظافه وبيشتغلوا بيشتغلوا بطريقه كثير نظيفه بعيده عن الاجواء اللبنانيه بس عم بتحس انه عم ننجح بلبنان انه نترك الرياضه بعيده عن السياسه او عن الطا... عن الطائفيه حتى عم نشوف شو عم بيصير على طول <applause> كل ما يكون في شيء نجاح بحبوا ينطوا بس انه قد ما فينا نحن عم جرب نترك هذا الجو البشع والجو الوسخ بعيد عن الباسكت لانه الباسكت رياضه واخرة النهار رياضه ما بحياتها حتكون دخلها بالسياسه وبنطلب انه يضلوا بعاد عن الرياضه هذا الشيء الوحيد الحلو بعده بلبنان والامل الوحيد للبنانية سو ولهيك وقتها موقفك الشهير من نجيب ميقاتي وقتها وقتها قلت له انه ما تتدخل يعني انه اترك لنا الربح لنا انه ما اعطيتونا شيء تنربح اليوم بتحس أنه مثلاً ببلاد الخارج بالعكس أنه بيكون عنده موقف من قضية معينة يعني ما بتحس أنه كلاعب رياضة لازم يكون عندك قضية لو بلك بعرف أنه أيام كتير بت... بت, بت, بت تدعم حملات خاصة بحقوق المرأة إلى آخره بس قصدي أنه يكون في قضية وحدة مثلا حملها وائل عرقجة آه، نحن منسميها بنسميها سياسة بنعتبر دائما السياسة, السياسة شيء سلبي هو السياسة هو العلوم السياسية شيء إيجابي ما بتعتبر أنه في قضية وحدة حابب هيك تحملها لباقي مسيرتك؟ أوه. يعني اخر النهار في كل سنه بنسمع اخبار انه بدنا نزيد اجنبي بالدوري اللبناني بدنا نصير محل اجنبيين ثلاث اجانب بدنا نعمل قصص ليصيروا انا قضيتي هي انه الدوري اللبناني حيداروا للبنانيه لدوره للعيب للع اللبناني مش للعيب الاجنبي ورؤساء الانديه اللي هن في كم رئيس أندية نادي انا بعدهم سماسره عم يسمسروا على ظهر اللاعب اللبناني بدهم يوفروا على جيبتهم كرمال هن يقدروا يبينوا بالبيكتشر هذا انا قضيتي هي انه الدوري اللبناني حيضلوا حيضلوا للاعب اللبناني وطول عمره حيضلوا للعيب اللبناني مش لحدا ثاني قدي قضيه حضلني حاملها لنهار اعتزل فيه اعتزل فيه بس ما بتحس كمان انه الرياضه كثير في اليوم دي مربوطه بالمال يعني بنشوف فتره قبل وقت الحكمه والرياضه والى اخره وطلع كمان وقتها منتخب لبنان كان في مين عم بيدعم بالرياضة واليوم كمان بنشوف الفلومه بلبنان اللي بتوصل على هوليوود او فيستيفال كان دائما في ممول هل بنقدر ننجح بالرياضه بلا مال؟ صعبه ما بعتقد في شيء الحياة هلا نحن وين وصلت له من ونحن وين وصلنا له بالعالم كله بيزبط بلا ميل مم. كل الدنيا هيك يعني في ريال مدريد وبرشلونه مانشستر يونايتد صح مش شيء بيزعل انه على القليله بالرياضه اللي هي شيء مثل ما عم نقول موهبه انه فهمت اللي بيدفع اكثر بيربح اكثر يعني حتى لو ما عندك تاريخ اصغر اكبر مثل مانشستر سيتي مثلا نادي بلا تاريخ بس مسيطر على الـ على الـ على, الـ على, الـ على الرياضه هلا عالميا ليش؟ لانه عندهم اكثر شيء مصاري بس انه هاي الجمله الدول. اللي بيدفع اكثر بيربح اكثر انه ما بتشيل كل مبدا الرياضه اكيد بتشيل كل مبدا الرياضه بس والكومبيتيشن آه، يعني هيدي الحياه هيدي الحياه حيلا اعلامي او حيلا شخص صح. حيجي اوفر من من محطه ثانيه حيروح عليها This is life at the end of the day هيك هيدا الو... هيدي الدنيا صارت هيك واليوم كمان وقت نقرا حياه مايكل جوردن بنشوف انه ما بعرف هذا تفصيل دائما في عليه علامه استفهام انه هل سمموا او هل تسمم من هون بتشوف كمان انه لوين فيها توصل بالرياضه انه تواحد يربح اليوم في سمم لشخص بالاكل وقت لعب هو مسمم هون بدي اسالك سؤالين كم مره لعبت وكانت بظرف صعب؟ اكيد كل اللعيبه بيلعبوا عندهم اوجاع بجسمهم كل اللعيبه بيلعبوا بكون عندهم شيء هيك آه ما حاسين حالهم منيح آه بس تتذكر شي حادثه عنجد جد عم تنازع؟ هيدي حلاوه اللعبه والله اتس نايسر وقت تكوني موجوعه من شي وقت هيك بتنسي الوجع مم. بتربحي وبعد ما تخلصي تحسي حالك انه اف عن جد اي فيل جود اباوت ماي انه نسيت كل الاوجاع وقدرت قدرت يعني اوصل بمرحله براسي انه انسى كل القصص هيدا مم. اللي, عم توجعني اللي موقفتني من انه العب بطريقه منيحه وساعد فريقي اللي يربح اكيد على طول بنلعب عندنا اوجاع جسم... اوجاع بجسمنا عنا مشاكل بحياتنا بس الباسكت لالي هو هيك بتنسيني كل شيء سو This is why واحد yeah, بيكون عنده وجع نفسي، بيكون عنده مشكل أكيد. ببيته، بيكون عنده مضطر يلعب، ما فيك تأجل الجيم أكيد. يعني أكيد أكيد <applause> أكيد أه أنت أنت وعم تلعب بتنسى الدنيا كلها يعني بتصير بس شايف الصراحة بنسى كل شيء يعني بتحس إنه هيدا عندي هيك فترة انسى كله بحياتي سو إتس ماي ولانه كنا كنت عم بطرح اول سؤال تبع انه وقتها له قد كمان اليوم كان المشكله اللي صار معك وقتها مع اللي نحكي عنه كثير يعني بتعلق بس عليه بس اللي صار مع اللعيبه الاردنيه او اللي قد بتحس كمان في هيك كيف هذا اللي كنا عم نقول انه بيسمموا له انه قد بتتعرضوا لقصص انه بصيروا تطلعوا بنتيجه هي رياضه وليك قد بيكون في <صفيق> إيه أتس... إيه يمكن شوي اتاخذت أه... يعني ات اوت اوف ذا ليميتس يعني في يقول بس انه اتس بارت اوف ذا جيم ما هيدا هيك بس بتلاقي بارت اوف ذا جيم واحد يوصل ياذي أكيد شخص اكيد مش بارت بس انه صار اللي صار اللي صار يعني مم. ما ما بنركز عليه وما كثير بنحكي عنه بس ما بيزعجك الموضوع ما كثير صراحه لانه صاير رياضه بالنتيجه صاير هيك قصص قبل امرار رياضه يعني أمرار وقت الواحد يكون كثير كومبيتيتر وما يقبل الخساره وهيك تكون في كثير حماس وتعصيب معقول الواحد يفقد اعصابه هذا اللي صار بس اخر النهار نحن واللعيبه الاردنيه رجعنا حكينا ورجعنا كله رواق يعني سو ما لك في ولا كانه صار شيء ايه ما عم بحكي عن الحادثه عم بحكي اجمالا انه ما بيستفزك انه بالرياضه في واحد ايام هيك انه انه يهبط المستوى لمحل انه الرياضه اليوم المفروض تكون بيقولوا روح رياضيه شو يعني روح رياضيه؟ مش على طول بتتوقع من الكل يكون عنده روح رياضيه عاليه سو ان كيس صار شيء صار شيء هيك بدك تسكري هيك ودلك ماشي سو so مش حيوقفنا انه نلعب سو so وقتها كنت شاب مين اكثر لاعب كان ياثر فيك تقول انه انه بتحب طريقه علي لعبه علي محمود كان هو افضل لاعب عندي انا وصغير وعالميا و آه كذا واحد عندي مانو جينوبلي غوران دراجيتش كوبي براينت هدول they were my favorite بلايرز players يعني تقريبا بتخاف من بكره؟ لا والله ايماني كبير بالله واللي كاتبه الله بده يصير خير النهار سو so بس بتعتبر انه في مستقبل بلبنان بالوضع الاقتصادي بالرياضه بالباسكت بول خاصه انا بنظري الرياضه هو الشيء الوحيد هو المطاعم اللي ماشي بلبنان ات <applause> ذس <applause> العالم تاكل تلعب رياضه <تصفيق> بس, <تصفيق> بس. <تصفيق> <تصفيق> انا بعتقد الرياضه هو الشيء الوحيد اللي ما حيموت بهد الدنيا لانه العالم على طول بدها تلعب رياضه العالم على طول بدها تفش خلقها والرياضه هي الشيء الوحيد اللي ماشي بالعالم كله لكن بلدان الخليج فور اكزامبل لكن السعوديه <applause> شو عم بيعملوا هلا؟ شو اكثر شيء عم بيكبوا عليه مصاري؟ الفوتبول، الرياضة، مم. نفس الشيء بالخليج كله. نفس الشيء بالعالم كله، العالم عم تأتي بعضها لتستضيف كاس العالم، العالم عم تعمل مستحيل لتطور من الملاعب الباسكت والفوتبول تبعها لأنه الرياضة هي أساس الصحة، سو فور مي الرياضة بحياتها حتموت. شو بتتذكر من تجربتك بالصين؟ يعني هيك شيء الاكل ما كان طيب ابدا اكثر شيء ضعفت 6 كيلو هذا اكثر شيء بتذكره بالصين حلوة اسالك حلوه تلعبي بديفرنت كلتشرز اتس توتالي دفرنت كلتشر تحسي حالك بدنيا تانية صراحه فيري تايرينج فيري تشالنجينج بس ات واز نايس اتس نايس بس بتفضل الاكل اللبناني اكيد <تكت> فضي <تكت> الاكل شو ما كان الا الاكل الصيني <تكت> ما كان طيب ابدا ورجعت جا لعبت ضدهم هون يعني كانت ضد نعم بعض باندونيسيا صح اليوم وقت جبت تايتل الام في بي شو اول شغله فكرت فيها؟ انه هذا حلم حياتي كان وحققته ما كنت بتحي... كن بتخيل ما كنت بتخيل اقدر اوصل للي وصلت له انه كوني اول عربي واول لبناني بقدر احصل على هيدا اللقب تاريخيا ات واز فيري براود مومنت لالي و اتس و... تايتل ما حخلي حدا ياخده مني صراحه <applause> واليوم شو حلم حياتك؟ حلم حياتي نتأهل على الاولمبيكس مع منتخب لبنان شي نهار لانه هيدا كمان شي بعد ما عملناه صح so, uh... أو لك فينا نوصل لهالحلم؟ بدنا نشتغل كثير صراحه كل ولا مره حلمت اوصل ام في بطوله اسيا سو so, uh... ليش لا كمان نقدر نتاهل على الاولمبيكس بس اكيد بدنا عنا بدنا يكون عنا ذا رايت ستراكشر لنقدر نوصل لان مم. احنا في مش بليله وضحاها بنقدر نتاهل على على الاولمبيكس لانه عم عم ننافس ضد منتخبات ال 20 و25 سنه عم بتحضر لتوصل لهذه المرحله صح نحن بحبوا يحضرونا قبل بشهر وشهرين يقولوا لنا يلا روحوا مم. روحوا اعملوا نتيجة وهذا الشيء منه شيء سهل بتزبط مرة بتزبط مرتين بس ما كل مرة أنا بدي أنتقل على موضوع شوي مختلف اللي هو الحب بتؤمن بالحب يس yes. وخبرنا هيك شوي عن زوجتك زوجتي تمارا أه, تمارا تعرفت عليها أه, okay, so أنا my best friend is her cousin My <applause> best أه. كريم شعبان بوجه له تحية <applause> هو عرفكم آه على بعض از هير تعرفت عليها كانت كانت تمارا ثاني سنة جامعة هي خلقانة بالكويت اجت تدرس هون بالاي <applause> آه. بي تعرفنا على بعض بأيام الجامعة وي فل ان لاف و لنا سنتين مجوزين كيف خب... يعني كيف تجربة الزواج؟ بتنصح كيف الشباب فيها؟ هلا هلا هل... في يعني بعد ما حسينا فيها بروبرلي لأننا عم نعمل لونج ديستنس فترة هي اه هي منا من بلبنان هلا نقلت على لبنان سو بعد ما بقدر اقول لكم شو بس مثل الشاطئ بقول لكم كثير حلوه ما فيك تقول لي ما فيك تقول لي غير هيك سو بتعطيني اذا بدك نرجع نعمل انترفيو بعد شهرين ثلاثه بقدر ارجع اعطيكي رايي بتعطيني جواب مضبوط بس كيف بتحس انه تجربه الزواج مع شخص انه مثلك يعني اليوم كل الوقت انه بدك تتمرن عندك بطولات ستريس بدك تضحكي تمارا بتحب الرياضه اكثر مني مش عم بمزح يعني وقتها وقت كنت سافر لعند عائلتها على الكويت كنا نروح يعني اول ما مشي... انا كون هربان من الرياضه أكون هربان من الباسكت بدك. بدي بدك مسافر جو تاني مسافر مسافر غير جو أكون واصل نهار تنين بالليل مثلا على الكويت ثلاثة الصبح على الستة الصبح تكون حاجزة كلاس جيم انا وياها نتمرن أنا, <applause> انا وياها تمام أنا. انا جاي ارتاح أي مش جاي جي... هالقد بتحب الرياضة جاي اتعب شي سمون ويز فيري ديتيرمند ويز فيري كومبتيتيف كمان وشي هيلبس مي الوت لانه هي مخرجه سايكولوجي سو بتعرف تحكي معي بتعرف تخليني مركز على ماي جول سو كومباتبل بتحس اللاعب كثير بده علم نفس واحد يعرف يتعامل معه اتس اتس سمثينغ فيري امبورتنت سمثينغ وي لاك بلبنان لانه عندنا بلبنان بيقولوا لك شدي حالك انت رجال uh, ركز وفوت العاب دازنت هابن ذس واي على طول سو so, نسبة الانتحار بلبنان للرجال بعتقد عالية كتير صح وللنساء كمان خاصة هلا هالسنة عم بيقولوا هالفترة للرجال عاليين كتير كمان كنت يو ونت تو كومبيت كل شيء بدنا ناخذه نحن, نحن. نحن <تصفيق> كل شيء بدنا نفوت هو ليتس نوت كومبيت بهالموضوع يعني الله يرحمهم كلهم يعني يعني للأسف بنوصل لمرحلة ما الواحد بينهي حياته بشيء كرمال الوضع بلبنان سو اليوم شو أكثر موقف بحياتك شعرت فيه بحزن؟ إن هلا أنا عم تحكي عن يعني الانفجار المرفأ كان صراحة صدمة كتير كنت بلبنان؟ كنت بلبنان إيه كنت بلبنان على القد كنت على على المنارة اه كنت, كنت آه على منطقة بيروت على يعني علم رئيسي على القد كنت هونيك يعني أنا كنت آه not very far كان أكثر نهار مخفي بحياتي صراحة يعني Uh, واليوم لانه عم نحكي بهالموضوع بعد ثلاث سنين نقصف انه ما في عداله ونقصف كيف الواحد بلبنان كنا كنت قلنا حتى على هالموضوع حنتعود كانوا يقولوا لا انه آه ما قاطعين فيها قبل وكله بينسى لسوء الحظ مع انه ما لازم ننسى ولازم نتذكرهم كلهم كلنا خسرنا اصدقاء آه ويعني وبنشوف انه لليوم ما في عداله ومكمل البلد مثل ما قلت بمحل اكيد ما عم نقول انه السياحه مش مهمه بتحس انه انه الهم انه اه رجعوا مشوا المطاعم ورجعنا بلشنا نصهر بس ننسى انه في عداله مفقوده و... وانه وانه اليوم كمان جانا عمرنا خسرنا دائما بهالمقابلات بحكي عن شيء صعب لانه هذا بيت صحيح فيه شعر بس كمان في وفي ثقافه بس كمان كان في كثير موت وحزن. اليوم وقتها هلا بعدك شاب اكيد بس اليوم بتخاف من الموت؟ انه الموت حق آخر النهار سو so, uh, بحب اعيش سو so. اكيد واحد كل واحد بخاف من الموت بحب اعيش بس مثل ما قلت لك عن جد انا انا زلمه بامن بالله كثير اخر النهار اللي الله كاتبه بده يصير سو في شيء مره عشتك شيء تجربه خسرت حدا قريب لك؟ اه نكي... لا صراحه ما حقعد اتفلسف عليك بس انا كنت شخص معلق كثير بستي وجدي و... وجدي الله يرحمه سو so... زعلت كثير وقتها توفوا كثير كنت معلق فيهم الله يرحمهم يعني مشتاق لهم كثير وام شور ذي فيري يعني المرحله قدرت اوصلها بحياتي بحياتي سو so اليوم اذا بدك تقول شيء لبيك وشيء لامك اذا عم بيسمعوك لانك حكيت م -م. عنهم اول شيء شو بتقول لهم؟ ثانك يو على كل شيء ان شاء الله اقدر كيفيكم القصص اللي عملتوها معي بحياتي بعرف ما حقدر بحياتي كيف فيكم اللي عملتوه معي وان شاء الله اقدر اكون يعني نص البي والام اللي انتم كنتوا معي حلو كثير <applause> في كيستيونير بعمله بكل حلقه اللي هو كيستيونير مارسيل بروست ما بعرف اذا عليك باليوزاجمان على باليوزاجمان ولا هيك إيه آه اللي هو بيقولوا انه هذا الكيستيونير آه بيبين طبع الشخص نعمل لاهم مشاهير بالعالم يعني واهم و... مقابلات يعني فاحنا عمل لك هالتيست نشوف الله يستر نشوف شو حيطلع معنا بس بده يكون الاجوبه اصلا كل اجوبتك سريعه <applause> بدي لك بده يكون الاجوبه السريعه انت الاجوبه الطويله سريعه عندك آه اول سؤال شو الفرح؟ آه يكونوا اللي حواليك كلهم مبسوطين وانت مبسوطه حلو شو ابشع صفه عندك اياها عصبي <سؤال> شو اكثر شيء بعصبك ما <تمرت> تقول ام اجلي <سؤال> الخساره <سؤال> الخساره <سؤال> آه، ايه مين اكثر شخص بتقدره اهلي اهلك كثير حلو قد تحكى عن اهلك عن جد آه، اي متى معقول تكذب وقت <سؤال> <سؤال> مرتي تزركني بالزاوية <سؤال> <applause> <سؤال> <applause> <applause> انت معقول كذب أه، وقت أه، لكن ما كثير بكذب صراحه انا زلمه كثير صريح وعالم تزعل قديش صريح كذبه أه، بيضة ما حكي يعني متى بتكون كذبه بيضة يعني يعني لما اجرح <applause> حدا لما ازعل حدا صراحه أه، شو احلى صفه عند المراه مش عند مرتك عند المراه حنيتها أه، حنيتها حنيتة. وعند الرجل أه وقفته ثقته سأ... بحاله يعني شو الموهبة اللي بتقول يا ريت عندي اياها؟ الغنى انك تغني يعني؟ يس yes. صوتك حلو؟ ان واي اور انذر اه صوتك حلو كمان عندك؟ غني شوي ايه <applause> يعني ماكسيموم با... بق... اي عمر بتوقف باسكت فيك تعمل شيفت يعني <applause> هلا انا كنت اوف دايز بتسمعوا شيء جديد شيء غريب نطلع من هون <إز> شو <عنش> اهم أه، أه، شيء بتملكه بس شيء مادي مش اهم شيء بملكه عائلتي شيء <تكيب> مادي يعني شيء عندك ايه شيء مادي شيء مادي اهم شيء بملكه شي مادي شيك عندك ايه بالبيت بتحس اذا <تكيب> مثلا لا سمح في هزه اغذيه بتمسكوا وبتركض شو اول شغله؟ باسبوري باسبور؟ <applause> باسبور شو عندك؟ لبناني بس انت الوحيد اللي ما ماسك فيه ما قصدي يعني شي انت ما يفكروني بس قد ما بتشوف هالشباب كلها ها هم تجيب باسبور اجنبي هلا كنت عم بمزح انا ما حياخذني محل باسبور بس انه <applause> انه ما عندك شيء شي, شي كله رايح آخرت النهار شو بس نهار النهار اخلاقك هي ياما بنشوف عالم أمرا وقصه كبيره لا بس شي بيعني لك حدا نعطيك اياه بلكي اهلك بلكي مرتك بلكي شي ربحه بشي محل <applause> ما في والله ما في عن جد ما في ما في ما فينا ناثر بالتيست انا عم باثر عليك <تصفيق> <تصفيق> عادة هو السؤال هون مين أفضل كاتب أو ما بعرف أو أو ما يكون كاتب، مين أفضل إذا بدك فنان اليوم بتحبه أو, أو حدا هيك بالفن أثر فيك؟ يكون مسرح، فيكون غنى؟ ليكي مش عم بمزح، أنا يعني كثير بحب أتعرف على جورج خباز لأنه كثير بحبه ولا مرة معرف عليه بس كثير بحب أتعرف عليه وأقعد معه مغني كثير منهم أنا زياد برجي شخص كثير بحبه مم. عطيه آه، سعد رمضان آه، آه، بحب كثير اسمع جورج خباز عملنا آه، افتتحنا بيت الشاعر معه اول حلقه من هيداك الموسم بالموسم الاول وبتعرف تعرفت عم يعني بعرفه صديق لإلي لا بس تعرفت هيك على شخصيه يعني قديه عنده هيك عمق فكري ووجدانيات يعني بعرف انا كثير بسمع له قصص اللي بحكيها كثير بحضر له مسرحياته بس ولا مره اجتني الفرصه اتعرف عليه صراحه أه بحب بشوف قديه بحس قدي بحب لبنان هو شخص كثير بحب لبنان صح so اي أه بحبه كثير لهذا الشخص ما أه هي هيدا اكتر اكتر شي هلا يعني. بعد هالحلقه نقول له لجورج يستضيفك بالباترون على اساس هو هونيك بعد آه شي نازل الباترون اليوم تصدقي؟ آه <applause> ما صراحه شفتك على الانستغرام قلت الله يستر ما يوصل فيري نايس سيتي عن جد الشغل <applause> اللي انعمل بالباترون كتير حلو مدينه انا اي fell ان لاف وذ بتجنن ايه ما هو جورج ساكن فوق <applause> عامل بيت فوق وقت تطلع لفوق بيفرجيك جانب حلو من الباترون انا حسيت حالي برات لبنان ان شاء الله حسيت حالي شفت مناظر يعني شفتها ببالي وشفتها بسيشل يعني هدول البلدان اللي, اللي بيقولوا واو العالم بتروح عليهم بس شفت شط مثل الشط اللي شفته ببالي مثل الشط اللي شفته بالسيشلز يعني بجننوا شو احلى شيء بلبنان وشو ابشع شيء بلبنان؟ احلى شيء بلبنان الطبيعه تبع لبنان صراحه هيك اتس ناتشرال منه بلد مفبرك صح إنه خلص جاي مثل ما هو هذا هذا هيك مش انه تركب تركيب ابشع شيء بلبنان السياسيين انا بوجه لهم الخير شراكة بالثوره؟ عم تحكي كثير بتحس عندك نقمه آه شراكة آه آه اول نهارين بعدين وقفت انزل ليش؟ في كثير قصص كان عندي هيك قصص غريبه ما حسيتها حسيتها غريبه شوي عندك امل شي يوم يجي مثلا شي وزير رياضه ويدعم الرياضه مظبوط او فاقد الامل؟ فاقد الامل ما بتأمن فيهم ابدا ما بحكي معهم ولا بأمن فيهم ولا بيهمني أمن فيهم ولا بهمني اتعرف عليهم صراحة <applause> جربوا كثير بعد خاصة لما الواحد يبلش يربع جرب يصير قصص بس انه انا من ميلتي وقفتها صراحة ما كنت بهتم ابدا فيهم آه بدهم ياني بيعرفوا بيتي وين اهلا وسهلا فيهم بيتي مفتوح للكل واذا اجى شي سياسة بتستقبلوا اهلا وسهلا فيهم ما عندك مشكلة على البيت ما عندي مشكلة ما عندك مشكلة ما عندي مشكلة. مشكلة مع الكل اذا هدفه يفتش على طريقة يحسن فيها لبنان بيتي مفتوح للكل بس ما بتروح عند سياسه بعد ما صار اللي صار قررت اوقف روح كل السياسيين م. قبل كنا نزورهم صراحه وقت نربح بطولات نزورهم لانه مجبورين نزورهم مع فرقنا هلا ما, بد... ما, ما ما بعد ما زرت حدا ولا بهمني زورهم صراحه بالعكس انا طلعت واجهتهم على السوشيال ميديا و... موقف وقتها حلو <applause> على شو بتندم ولا شيء ولا ما غندمت عشان؟ ولا شيء ما في شيء بتقول يا ريت مش ما عملته يا ريت عملته ايه في كذا شغله بقول يا ريت عملتها يا ريت مثلا رحت درست برا مثلا بامريكا هيك هالقصص شو كنت درست؟ نفس اللي درسته بس انه كنت جربت حظي مثلا بالدوري الأمريكية بالدوري الامريكي هيك هالقصص صغيره يعني بعد في بعد فيك تروح بعد كبرت شوي يعني بس انه اذا اجتنا الفرصه اجتنا ما اجتنا ما اجتنا انا ساتسفايد باللي انا فيه يعني هلا آه كيف بعيد الشر عنك انا يعني بس كيف بتحب تموت؟ هو هيك الكيستيونير مش انه انا كيف بحب موت؟ <applause> مش انه انا اليوم <applause> بحب موت هيك عامل كل شيء بحياتي مأمن عائلتي مأمن اولادي آه اولاد اولادي وموت حوالين عائلتي آه احلى صفه بالصديق كيف قصدك؟ يعني احلى صفه بالنسبه لك بصديق شو لازم تقول الوفا صراحه احلى شيء وفا واحد ما يطعنك بظهرك على صديق بدي اتشكر نديم سعيد اللي اليوم مات نديم مات نديم <applause> سعيد اللي اليوم يعني جمعنا تنقدر نعمل هالمقابله شفت مره كتبت شيء حلو كنت عم بتدرب شباب مع نديم بفتكر بالاكاديمي شيء قلت انه انه هن بتاخذ الواحد منهم مش هن بياخذوا الواحد منك ليك وقت تشوف هالشباب شو يعني شو بتقول لهم يعني اليوم اذا كل هالجيل اللي عم بيتمرن باسكت اللي بحب الباسكت وما ضغي باسكت في يكون ما بحب الباسكت بس انه شو بتقول لهم هيك جمله؟ انه بي كونوا انتم ما, ما تجربوا تقلدوا حدا كونوا مم. على طبيعتكم طلعوا الحياه درجه درجه اطلعوا درجه درجه مش 10 10 انجوي ايفري ستيب واخرة النهار حتقطعوا بأوبستكلز بحياتكم هيدي طبيعه الحياه فايند اواي لتقطعوا من وراها تعرفوا شو فوق الاوبستكل تبعكم وخليكم عم ب... عم بتقاتلوا لحلمكم لأنه ذا سكاي از ذا ليميت وأنا هيك 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 صار بحياتي اي ونت ثرو ا لوت اوبستكلز قطعت بقصص كثير صعبه بحياتي شو اصعب شيء قطعت فيه؟ مدرستي كانت صعبه كثير صراحه ما كان عندي السبورت اللازم مم. من مدرستي اي ونت ثرو ا لوت اوف انجريز بس عرفت كيف اخذتهم بطريقه كثير سهله <تضحك> اغين أه كثير كثير كومبيتيتف اخذتهم بطريقه كثير انه اتس كومبيتيشن فور مي اتس كومبيتيشن وبدي افرجي الكل انه لا انه انا حاعرف اوصل اللي انا بدي وحخلي العالم كلها تحكي باسمي وتعرف انه مين انا سو هذا اللي عملته أه، اليوم انت وقت تطلع على هالشباب بلبنان وخاصه انت لانك قطعت فيها بتشوف انه مثلا ايام كنت عم تقول قبل ما كنت فيك تسهر ما فيك تسافر بهذا العمر خاصة المراهقة انه شو اللي يعني شو اللي بخليك اليوم تركز على شيء مش تنجر على الطريق الاسهل اللي هي يلا بنروح نسهر مش عم نقول انه غلط أكيد كلنا بنحب نسهر بتجي بلت يعني بتجي بلت يو عرفتي والاهل بيلعبوا دور كثير كبير يعني اهلي انا عم بقول لك يعني علموني كيف كون جول اورينتد وات ذا سيم تايم علموني كيف انبسط بالحياه مش يعني انه انا ما انبسطت ايه مش بسطت نوقف بحياتي بس يعني. انا انا لالي البسط بهذا العمر كان العب باسكت ما كان شيء ثاني وكنت كثير 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 مركز على فاكت انه انا بدي اصير لعيب باسكت خلص ما عندي شيء ثاني بحياتي وهذا هذا اللي عملته <applause> وقتها هيك نمشي بالطبيعة ونشوف مغيب الشمس كل يوم هيك بيروح هيك بيروح يوم وبيطلع يوم بيطلع يوم جديد وقتها وقت يروح نهار شو بتقول إن شاء الله شيء يروح مع الشمس وقتها تشرق الشمس شو بتقول إن شاء الله شيء يشرق مع الشمس لك وقت تكبري بتقولي عن جد الحياة عم تركض ركض سو يعني عن جد بتحس هلا إنه أنا I'm turning 29 إنه ركض قطع الوقت هيك عرفتي سو اذا انت هيك انا شو ف بترجع تطلع الحياة ما فيها شيء اخر النهار خلاص بدك تنبسطي بالحياه و... يعني انه ما بقول شيء بس بجرب كون انه بجرب انبسط بنهار تبعي و تو to اني anything عرفتي باخذ الحياه على الاجاخ شوي هيك ما بحملها اكثر من اللزوم وبعيش اليوم داي باي داي وبتمنى ان شاء الله لبنان يرجع ما ضروري على 1005 يعني يرجع على <applause> 3000 يكون منيح وين بعد يرجع على 3000 لسوء الحظ هنا آآ اليوم آآ بتحس وقت تبلش تنجح قد ايه بتزيد المصلحه حواليك يعني قد ايه تشوف الناس بطريقه مختلفه كثير ايفري ون ونس piece بيس اوف ذا كيك عرفتي؟ اتس تاف بدك تعرفي تضلك مسيطره على تعرفي مين اصحابك تعرفي مين بخاف عليك مين بحبك هيدا شيء صعب منه شيء سهل والحمد لله قدرت سو so فور يعني قدرت سيطر على السيركل تبعي وبدك تصغري السيركل كل ما تكبري تصغري السيركل اكثر واكثر انه يعني وقتها so تربح في ناس كثيره بس وقتها قلت لك اياها تربح الكل حيزقف وقتها تخسري الكل حيسبك سو هن بيبينوا الاشخاص الريل معك وقتها تكوني بذا لوست وقتها تكوني عم تخسري في شي مره حدا خانك؟ اكيد بتقطع كثير بقصص شو اصعب شيء بالخيانه؟ يعني. ما بتتوقع هي انه يكون شخص انت كثير حتى ثقتك فيه آه يطعنك بظهرك بس انه تعلمتها على صغر وما بعد حالي كثير كبير صرت يعني بس انه بنبسط انه قطعت بقصص هيك على صغر كثير لانه بترجع وقت تكبري خلص انه اتس فاين اتس اوكي لايف جوز اون يعني الحياه في 100 واحد غيره يعني بالحياة ما حتوقف هذا الشخص اذا شو بدك تكتب كتاب قصه حياتك او دوكيومنتير انه هلا دارج اكثر شو بيكون العنوان؟ تحطيني سبوت اون على قصص صعبه ما بعرف صراحه ايوه ما صراحه جاوبتك على كل القصص كثير بسرعه بس انه هيدا ما عندي جواب ما عندي جواب لهالسؤال ما انه كيف لهلا كيف تقشع عنوان حياتك؟ رولر كوستر والله رولر اتس رولر كوستر لا حلو العنوان، زبط معك بعد ما فكرت رولر كوستر بدي اطلب منك شغله هلا بعد اصعب بدي اطلب منك شي طاوله هونيك اوكي كل اللي قطعوا قبلك قعدوا عليها وكتبوا شي بس شي لاول مرة بتخبره اوريت بدك تكتب شي لاول مرة بتقوله تفضل يلا مين كان يقعد على الطاوله؟ رسام آه، طواني بس كل الضيوف قعدوا عليها قبل ما نفتح الورقة، آه. قبل ما نفتح الورقة <applause> بدي اسألك سؤال، كنا نقعد هون نحن صغار بالشتاء نولع نولع النار يعني و... و... وكل واحد ي... يكب شيء، يمكن نكتب قصص و... ونحرقهم إذا بقول لك إنه شو بيطلع هيك تحرق صورة أو شيء صار معك بحياتك؟ <applause> الانجيريز الصراحة في قطعت باصابات صعبين يا ريت ما قطعت فيهم سو بس انه مثل شو؟ اي سي كسرت كتفي كانوا كثير 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 صعبين علي لانه قطعتهم بفترة كثير قصيرة يعني بظرف سنة ونص قدرت انجبرت اعمل عمليتين بيعدوني على الملعب تقريبا شي سنة سو قد أه صعب الوجع؟ ايه الوجع شيء <تصفح> أي الوجع شو بعلمك الوجع وقت تكون قاعد أه عم تتوجع؟ الصبر بعلمك بيعلمك تصبر تصبري وبيعلمك تشتغلي على قصص ما كنت منيحه فيها بيعطيك بس ما بتخاف بتقول انا صار معي اصابه وما عاد فينا العب في اكيد بتخافي بتعم. بس اجين مثل اللي بيغني بخاف يخسر صوته ما في شيء يعني this is not in my control في قصص mm. بتصير بالحياه you're not in control of you need to accept them no matter what you do mm. you just need to accept the fact انه أنت انت معقول تتعوري because injuries are part of the game mm. part of sports و... واذا صارت صارت يعني ما فيك تعمل شيء بدك تعرفي تفتشي على طريقه كيف تقدر ترجع تقومي اقوى وهيدا so, هيدا اللي شو في شيء مضحك معك صار شي مره مباراة هيك مباراة انت عم تلعب شيء هيك شيء بضحك يعني لك انا شخص كثير جدي بالملعب ما بضحك كثير صراحه أنا... لا شيء انه مش حادثه يعني حادثه او انت مسافر تلعب شي مباراه انا مسافر لالعب لا شي مباريات ليكي وقت لعبت ضد الرياضي uh, انا لاعبين كل حياتي بالرياضة لعبت سن لعبت سينة مع نادي بيروت uh, في جيم كنت حفوت على اللوكر روم العكس عرفت نسيت <تصرت> نسيت <ماشيت> حالي <حلقة>. مشيت <تصرت> هيك رجعت تبهت لحاله لا انت ما فيك تمشي هيك كل شيء هو هيك سو نسيت حالي قد ايه صعب تلعب ضدهم؟ ايه ات واز فيري هارد تصير تفوت معهم ات واز فيري هارد تنقرا هالجملة سوا يلا بي يو بي ريل بدك فسلك ليك الوحدة أكيد uh, في كثير عالم بيعارضوا انا الشخص انه بيعارضوني انا كشخص انه ليش انت هيك فظ ليك ليه ديركت كثير وانا بامن حتى اهلي بيقولوا لي وائل انه يو كانت بي ذس ستريت فورورد بحياتك لازم شوي تعرف كيف تكون دبلوماسي دبلوماسي انا شخص بحب بحب كون على طبيعتي وبحب اقول اللي بدي اقوله از لونج از ما عم بجرح حدا، الحقيقه بتجرح امرار بس م. انه بعتقد نحن ببلد عايشين بكذبه وفي حدا بده يوعي العالم شوي شو على شو اكبر كذبه فيه. عايشين فيها؟ نحنا، لبنان نحن عايشين بكذبه كنا عايشين بكذبه وبعدنا عايشين بكذبه يعني نحن سوري هيدي الحقيقه لا لا اكيد آه وما حغير شخصيتي كرمال حدا كرمال ارضي غيري بشي مرة بتجرح الناس اللي حواليك من وراء الشخصية؟ ابدا ماني شخص ابدا ماذي، العالم بتاخد امرار الكمبيت... ال انا قديش كومبتيتف تاخذها بطريقة نيجاتيف، انا شخص كثير جدي ما كثير بضحك بالملعب كتير حتى مركز. حتى عادة اذا ما بيعرفك كثير انه so... نو... تقعد جدي This از هو اي ام مع رفقاتي انا ماني جدي ابدا اكثر زلمة بحب اتساءل بحب تقحنك بس انه بالحياة بحب اكون جدي وبياخدوها بطريقة نيجاتيف بلكي جديه بلكي وصلتك لهون اي دونت كير لانه انا باخر النهار بي وكون على طبيعتك على طول لانه انا مامن بانه هذه هيدي شخصيتي هيدي حتوصلني بحياتي وصلت لي اللي انا فيه الحمد لله هيدي الورك اثكس اللي عندي اياها والسيريسنس اللي عندي اياها من وراها قدرت اوصل للي انا فيه بي uh, be proud of you, of who you are, and don't let anyone stop you from dreaming. Uh, كتير عالم حيوقفوا بحياتك، uh, الحلم يعني الحلم بلاش ما ما حدا أح... ما حدا ح... ما حتدفع أح... مصاري لتحلمي سو so, امني بال... بالحلم تبعك واشتغلي فيه للاخر وحتوصلي لمحلات ما بحياتك حتخيلي توصلي له وهذا اللي قدرت اعمله بحياتي اخر شيء لاف يور سيلف لاف يور لايف حبي حالك وحبي حياتك آه. ما في آه. شي حرزان اخر النهار اهم شيء تحبي حالك وتكوني واثقه بحالك ولو آه. ولوحدها الحياه حتصير احلى بي بوزيتيف <تصفيق> <تصفيق> بس, <تصفيق> بس اليوم لانه عم تحكي عن الحياه انه هيك ايام وقت الواحد يشوف اذا كانت تكون سخيفه الحياه ما ب... ما بتفكر انه انه تقول لشو واحد هالقد كمان يعمل يعني اذا بدك يعمل كل هالافار كل هالتعب بالحياه وبتحس انه الحياه هيك واقفه على شعره يعني كثير سخيفه اخرة النهار هذا يعني ذس از يور جوب انت لازم تعملي قد ما فيك بحياتك <مم> وتتركي الباقي بإيدين ربك يعني بي الله هو الوحيد اللي حييكي فيكي تعبك سو اجان كمان هيك عم حبي حالك وحبي حياتك اكثر يعني اتس فيري سمبل هيك خبرني شي خبريه هيك بتضحك صارت معك شي مره انت عم تلعب بمباراه برات المباراه يعني بما انه اثنيناتنا رفقه مع قديم سعيد بتذكر في مره كنا بالاردن مع منتخب لبنان كنا عم نمزح مع بعض بال بالاوتيل آه وعلي حيدر كان بعده شي جاي من امريكا بعده ما معود على المسح اللبناني سو so, uh, عم نمزح وعم نرش بعض مي وهالقصص يعني قصص صغيره قرر <applause> نديم سعيد ياخذ تبع الحريق فرد مره فرد مره تبع الحريق <applause> وقرر يفتحها بوجهه لعلي <applause> حيدر <applause> واكل نصيبه نديم من علي حيدر يعني اكل اكل نصيبه أكل أكل أكل, أكل, اكل 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 مرتبه من علي حيدر بقي معلم نديم بس ما كان عم بيمزح علي حيدر علي حيدر ما كان عم بيمزح لا بتذكر نديم معلم الكف على على رقبته الجمعه تقريبا هذول قصص صغيره يعني البقوي شوي ما بيلحقوا على الهوا يعني قد بتحس مزح اللبناني مش مثل مزح باقي يعني باقي <applause> الحضارات علي حيدر انتبه علي حيدر من اكثر الاشخاص اللي, ب... اللي ب... اللي بيمزحوا بس ثابت هيدا النهار كان ما كان يطلع على حيدر على حدا وقت يعصب بدك تضلك بعيدة عنه انت شي مرة عصبت وصار معك شيء ما, ما كثير يعني بعصب بس انه رياكشنز تبعي بتضبط حالك بعصب على حالي ما بعصب على غيري ما, ما, ما بتعصب على الناس yes. بس بس مثلا وقتها تلعب مع اعتبر منتخب الصين او الاردن او بتحس انه طريقتهم كثير مختلفه مع بعض كثير قريب آه كله قريب كله قريب لانه دايما بتحس اللبنانيك عنده شيء انه يعني وقتها تسافر بتحس اللبناني عنده شيء ما بتشوفه بكل طريقته يعني انه طريقتنا شوي سبيسيال ايه يعني بس انه رابع بعض كلنا اخر النهار وائل عراجي بدي اختم معك هيك بجمله توجهها لكل شخص بيحبك وما بيحبك يعني كل شاب او صبية شو النصيحة اللي بتعطيها نصيحة للحياة يعني اه يعني كل واحد عنده حلم لكل واحد عنده هيك شيء حابب يوصل له بده يشتغل كثير بده يجتهد لحلمه وما يخلي شيء يقف بطريقه انا بالكيس تبعي كثير قطعت بابس اند داونز بس اخر النهار بقيت بي... مأمن بحالي بقيت مأمن بحلمي وصلت للي, للي انا بدي بحياتي ونفس الشيء للكل مني شخص سبيشال بالحياه انا شخص عادي مثلي مثلكم بتقدروا تصيروا احسن مني بتصيروا مثلي اتس نوت هارد بس انه بدكم تشتغلوا على حالكم كثير وتأمنوا بحلمكم تأمنوا بحالكم هيدا أكبر درس تعلمته بحياتي، وللأشخاص اللي ما بحبوني صراحة ما كثير بركز عليهم وما كثير بفكر فيهم. ما كثير فارقة معي. ما كثير معي. ما كثير فارقة معي بحب خبركم إنه آخر همي. في ناس بركي بيعتبروها هيدا تعجرف. بتعجرف ياخذوه مثل ما هو أنا شخص ما بحبهم. أو بتعتبروا الثقة بالنفس. يمكن ثقتي بنفسي بياخذوها تعجرف، كان بقول لك بي قلت لك إنه في عالم بياخذوا إنه بي بطريقة شوي. شوي سلبية. اكستريم سلبيه بس اخر النهار وصلت لشي قدرت احقق شيء بحياتي ما حدا محققه قبل بالدول العربيه ما حدا حدا محققه بلبنان هذا الشيء انا كثير بفتخر من بفتخر فيه ما تعجرف هذا الشيء انا فيري براود اوف شيء اشتغلت فيه كثير بحياتي لقدرت اوصل له و... وشي بقدر ضلني متذكره لكل حياتي قدرت اكتب قدرت تكون اول لبناني واول عربي اكتب اكتب التاريخ بكل اسيا مش بس بالدول العربيه اللي هو يكون انا موست فاليوبل بلاير باسيا وحيلا لبناني غيري بيقدر يوصل اللي هو فيه اذا بيشتغل على حاله بالطريقه اللي اشتغلت فيها ذاتس ات وين اهلا وسهلا فيك ثانك يو سو ماتش ميشيل ان شاء الله تكون انت انبسطت كمان كثير انبسطت تكون موجود هالبيت الحلو ثانك يو اهلا وسهلا فيك ميرسي كثير <applause>